خلاص احنا كده ركبنا، ظبطنا البولاريزيشن بتاع الديش انتنا، تمام. هنركب بعد كده الجزء الخاص بتثبيت الاوت دور يونت، تمام، او تثبيت الراوة، تمام، وبعد كده هنركب فيه الراوة. طبعا لازم نخلي بالنا من البولاريزيشن بتاع الراوة برضو. الجزء ده اللي بيتثبت فيه الراوة، تمام، بنثبته في الديش انتنا، وبعد كده هنثبت عليه الراوة. طبعا واحنا بنركب كده التولز اللي احنا جبناها، عرفنا ان هي كل تولز ليها كل تركيب ليها تولز معينة، لازم التولز دي تكون كاملة معانا، عشان خاطر لو مش موجودة مش هنعرف نحل، ولو حلينا بتولز مختلفة هيبقى فيه مشكلة وهنبوظ المسامير. خلاص ظبطنا البولاريزيشن بتاع الديش انتنا مع الاوت دور يونت. خلاص لازم الانتنا تركب بطريقه صحيحه على الديش انتنا. خلاص كده ركبت الديش انتنا مع ركب الديش انتنا مع الاوت دور يونت. بعد كده هنبدأ نظبط الاي اف كيبل. بس انا عايز، بس قبل ما نكمل على الاي اف كيبل، طبعا المفروض الاي اف كيبل، اول ما اجيب الاي اف كيبل لازم اجيب الاكسسوارز، او الاكسسوارز بتاعتها. الاكسسوارز دي عباره الاي اف كيبل زائد الكونكتورز والشريط اللحام العازل المائي اللي بيركب على الكونكتور بعد ما يركب، تمام، بحيث ان احنا يكون، طبعا هو احنا المفروض عندنا الاي اف كيبل ليه جزئين، فليه جزء خاص، طبعا النير اند ليه اتنين كونكتور، كونكتور للاندور يونت وكونكتور للاوتدور يونت، تمام، والفار اند لها نفس القصه، تمام. عندنا الووتر بروف ده اللي هو عازل المائي، والشريط اللحام، تمام، ولازم الليبل. طبعا وانا بوصل الاي اف لازم احط الليبل، عشان خاطر لو انا عندنا كذا اي اف هنركبه في نفس الوقت ما يحصلش فيه مشكلة في التوصيل. طبعا احنا زي ما اتكلمنا برضو في الاندور يونت، بيبقى معانا مانيوال، الكونكتور بيبقى جاي معاه مانيوال كده، عشان خاطر وانت بتركب الكونكتور لازم تبقى انت شايف المانيوال بيركب فيه الكونكتور ازاي، وتبدأ تطبق اللي موجود في المانيوال. طبعا اللي اشتغل في الكونكتور برضو بيحطه يعني ريفرنس له، عشان خاطر لو نسي ولا حاجة بيبدأ بيتذكر بيه الصور والداتا اللي موجودة في المانوال بتاع الكونكتور. هو طبعا حاطط المانوال قدامه بيبص، تمام. لان طبعا كل اي اف للسايز بتاعه بيبقى ليه الكونكتور بتاعه، فبيبقى في اختلاف ولو بالطفيف في تركيب الكونكتورز. وطبعا ترتيب الاجزاء بتاعه الكونكتورز ديت لازم ناخد بالنا منها، عشان لو في مشكله، تمام، يعني مش هيوصل لا داتا ولا هيوصل باور للاوتدور يونت، فلازم نخلي بالنا من التركيب، لان الاي اف كيبل ده بيمر فيه زي ما احنا عارفين الداتا والترافيك والمانجمنت، وبيمر فيه باور دي سي، باور دي سي، فباور دي سي ده لو حصل فيه اي شورتج هيعمل مشكلة كبيرة، شورت سواء كان في الاندور يونت او في الاوتدور يونت.
طبعا مجرد ان انا وصلت الكونكتورز، بوصل بحط عليه الكفر كاب ده عشان خاطر حمايه، وانا بطلعه على البرج اول ما يدخلش فيه رعش او ما يحصلش فيه اي مشكله، تمام. فالكفر كاب ده بيجي برضو عشان خاطر لما بنيجي يعني نلاقيه ما نرمهوش، لازم يكون موجود معانا بنستخدمه في التركيبه هون. ويبقى نطلع نثبت على البرج. اول حاجه وانا بثبت، تمام، ببدا برضو معايا الداتا بتاعتي، تمام، اشوف الازموث واشوف الارتفاع. طبعا احنا تحت شفنا البولاريزيشن وشفنا الباند والسب باند، تمام. خلاص احنا طلعنا فوق، هنشوف البولاريزيشن، هنشوف سوري الازموث، وهنشوف الارتفاع، ونستخدم الباينوكلر نجيب في الازموث والكومباس في الازموث برضه. تعال نشوف، بيقرا الداتا الاول، تمام، وبعدين يبص يشوف الفار اند، وبيبدا يستخدم البوصله ان هو يشوف يجيب الازموث السليم. خلاص خلاص كده بيبدا يبدأ يعلق الـ outdoor unit. طبعا الأزمس اللي هو واخده ده أزمس بيبقى فيه نسبة من الخطأ، تمام. بعد كده بيعمل alignment عشان يعدل الخطأ ده، بس ما ينفعش يكون مثلا الفار اند في الاتجاه ده وانا معلق في الاتجاه ده، فهيبقى فيه مشكلة ان انا مش عارف اجيب الالاينمنت. فهو كده كده بيبقى في نفس الاتجاه اهوت، بعد كده بيعمل ايه؟ بنعمل alignment. هو كده بدأ يثبت. طبعا واضح ان هو وهو شغال كده الانتنه بالاوتدور يونت متثبته، تمام، بالحبل ده، وحتى التولز اللي معاه متثبته بالحبل عشان لا قدر الله الحبل ده التولز دي وقعت او ده وقع، فهتفضل متعلقه على البرج، ما يحصلش فيه مشكله للناس اللي شغاله تحت في الارض. خلاص بعد ما ثبتها هيبدأ بقى يحل التثبيت ويوصل زي ما اتفقنا. اي اكويبمنت تركب لازم نوصلها ايه الجراوند، ونوصلها باقرب بره لها. بعد كده خلاص طلعنا الاي اف كيبل، خلعنا الكفر كاب، ووصلنا الكونكتور زي ما احنا شايفين، وبنبدأ نثبت بمفتاح ال 17 وال 18 ده الاي اف كيبل. طبعا ما نشدش عليه جامد، وهي لها يعني رابطه بسيطه كده، تمام، وبنبدا نستمه بالكلامب. طبعا واحنا بنقطع التايرات دوت بنخلي بالنا من الشارب ايدج عشان خاطر اللي يطلع يشتغل بعد كده ما يتعورش من الشارب ايدج دي، او ما يحصلش فيه مشكله ما تاثرش بيه. خلاص طبعا خلاص احنا ربطنا، بس في حاجه بسيطه، ان احنا المفروض احنا نبدا نعزل الكونكتور ده عشان خاطر مع الظروف البيئيه الشتاء والامطار والكلام ده هيحصل فيه مشكله، ان ممكن يبقى الكابل ده او الكونكتور ده يحصل فيه مشكله. فاحنا بنستخدم الووتر بروف، وبعد كده بنحط عليه شريط اللحام، ثم بنديله تيرابة في الآخر. ديت بيسموها عزلة الجزر. بنبدأ نسيستم بنبدأ نسيستم الكابل في الاي اف لغايه في دخله الشلتر او الروك ستيك، تمام. في دخله الشلتر او الروك ستيك قبلها بمتر بنبدا نحط حاجه اسمها اير سكيد. اير سكيد ده بنعلي او بنعري او بنشيل الاوتر بتاع الاي اف كيبل، ونوصل الاير كلامب، تمام، ونوصله للباره بتاعه الاير سكيد. خلاص بنبدأ ندخلها من الروك ستيك على الشلتر اهوت،
هناخد احنا الكابل، نركب الكونكتور، وبعدين نوصله في الكونكتور اللي جاي من الاندور يونت، وبعد كده بحط الكونفيجريشن اللي هيخليني اعمل بعد كده الالاينمنت. خلاص بدأ هو حط الكونفيجريشن، بدأ يعمل الالاينمنت وبيبدأ يقرأ ال RSL. تمام، خلاص قرأ ال RSL ووصل للتارجت بتاعه، بيبقى بعد كده بيثبت او بيعيد تثبيت الاوتدور يونت الاجزاء الخاصه بالالاينمنت. طبعا هو شغال، لازم يكون موصل الافو عشان خاطر لو حصل فيه اي مشكله في الالاينمنت وهو شغال نبدا يعيد الالاينمنت من جديد. خلاص كده ثبت، فهو اكد ان كل حاجه مظبوطه، ان الاوتدور يونت متثبته تمام، الكابلات متثبته تمام. بيبدا خلاص كده يخلص شغله ويبدا يلم التولز بتاعته وينزل من على البورد. كده خلصنا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.